النمسا والصين وأمريكا يتفقون على مكافحة الجرائم العابرة للحدود. تراجع الأصول الروسية المجمدة في النمسا رغم العقوبات. انخفاض التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. النمسا تمول خططا حاسمة لمكافحة الجريمة ودعم الضحايا. أحكام مع وقف التنفيذ في قضية رشوة موظفي فينا فونن. وصحيفة كورير النمساوية تفصل 40 صحفيا بسبب الأزمة الاقتصادية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. اتفقت النمسا والولايات المتحدة والصين على تعزيز التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة فيما يتعلق بحماية النساء والأطفال وإعادة المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الجريمة الدولية المتعلقة بالمخدرات. جاء الاتفاق بعد محادثات في فيينا بين وزير الداخلية النمساوي ونظيره الأمريكي أليخاندرو مايوركاس والصيني وانغ تشاو هونغ، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة وتحسين التعاون الشرطي. وقال كارنا: الجريمة المنظمة النشطة على المستوى الدولي، ولهذا السبب هناك حاجة إلى التعاون الدولي بين سلطات الشرطة. انخفضت قيمة الأصول الروسية المجمدة في النمسا من 2 مليار يورو في نهاية عام 2022 إلى 1.5 مليار يورو حتى الآن. ويعود الانخفاض إلى تقلبات أسعار الصرف وإصدار استثناءات تسمح للأشخاص الروس بالوصول إلى بعض أصولهم في حالات محددة، ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول المبلغ الدقيق الذي تم تحريره أو عدد الأشخاص الذين استفادوا من هذه الاستثناءات. ويتم تحرير الأصول بموجب قرار من السلطات الوطنية، ويجب الموافقة على كل معاملة من الأصول المجمدة بشكل فردي. أعلن مكتب الإحصاء النمساوي عن انخفاض التضخم في النمسا إلى 4.5% في يناير، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر لعام 2021. ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة واستقرار أسعار الوقود، وشهدت قطاعات الضيافة والطعام ارتفاعا كبيرا في الأسعار بمتوسط 9.1%، مما جعلها المحرك الرئيسي للتضخم. وارتفعت الإيجارات بنسبة 9.1%، وبلغ معدل التضخم الموحد في منطقة اليورو في النمسا 4.3% في يناير، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي الأوروبي لتحقيق معدل التضخم البالغ 2%. عقدت الحكومة النمساوية ندوة خاصة بمناسبة اليوم الأوروبي لضحايا الجريمة في وزارة الداخلية بحضور كبار المسؤولين. وتم التركيز على ضمان حصول ضحايا الجريمة على الرعاية الشاملة التي تشمل الدعم النفسي والجسدي والمالي، وأكد الوزراء على التمسك بخطط حاسمة لخفض معدلات الجريمة خاصة الجرائم العائلية، مشددين على أهمية التعاون بين مختلف الوزارات لحماية الضحايا. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية روخ أن الحكومة تقدم خدمات مساعدة مالية ونفسية شاملة لضحايا الجريمة. أصدرت محكمة فيينا أحكاما باستجن مع وقف التنفيذ على رجل أعمال واثنين موظفيه بتهمة رشوة عشرات عمال الصيانة في شركة فينا فونن للسكن البلدي. واتهم الرجل بدفع رشاوى على شكل بطاقات هدايا وقسائم وقود وهدايا أخرى لضمان حصول شركاته على عقود من فينا فونن، وتلقى عمال الصيانة رشاوى مقابل الموافقة على مبالغ زائدة عن العمل المنجز أو تجاهل المشكلات في المباني السكنية. وأدانتهم المحكمة وحكمت عليهم بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة بعض عمال الصيانة لعدم كفاية الأدلة. أعلنت صحيفة كورير إحدى أعرق الصحف في النمسا عن إعادة هيكلة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية في صناعة الإعلام، وشملت فصل 40 صحفيا من أصل 175 شخصا. ويعاني الإعلام في النمسا من أزمة اقتصادية صعبة بسبب انخفاض إيرادات المبيعات وانخفاض الاشتراكات، حيث تواجه الصحيفة ارتفاعا في تكاليف المواد الخام والطاقة والرواتب، وتدفق الإعلانات إلى المنصات الدولية الكبيرة فقط مثل جوجل. وقد تم إقالة رئيسة التحرير مارتينا سالمون وتعيين مارتن جيبهارت كرئيس للتحرير.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.